أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة. في سؤال من أحد أفراد عائلة تيمز جاءني على طريق مسج، وهو كيف أبيع على الإنترنت؟ بحكي لك إنه هذا السؤال طبعا يكمن في نقطتين، وهو إما تتخذ مصادر السلعة أو المنتج أو الخدمة. يعني باختصار إنه أنت شيء مادي ملموس ممكن تجيبه وتعرضه على مواقع الإنترنت العالمية أو حتى على موقعك الخاص الإلكتروني، تمام؟ ممكن تعمل متجر إلكتروني مثلي وتبيع عليه أشياء معينة مادية ملموسة، يعني مثل كاميرا، جوال، طاولة، باب، مثلا كيبورد، أي شيء أنت بتفكر فيه يصنع برودكت بنسميه منتج ملموس أنت ممكن تبيعه من خلال هذه المواقع. خلينا أحكي لك يعني مثلا على ماركت بليس، على مثلا علي بابا، على أمازون، على موقعك الخاص، و و و أشياء كثيرة متاحة على الإنترنت، وهناك من ينتظرك يشتري منك هذا المنتج. مليارات بل يعني ملايين الناس حول العالم تنتظر هذه المنتجات المميزة. المسار الثاني وهو الخدمة. حاول انه انت تلبي حاجة من خلال انه حاجة انت بتقدمها، اجابة لسؤال، استفسار، كيف تعمل مثلا حاجة معينة. حاول من خلال كوتشنج، من خلال تدريب، من خلال تعليم، اي شيء غير ملموس. يعني الخدمة حاجة انت بتلبيها وهي غير ملموسة باختصار. يعني انت معرفتك اللي بين ايديك ممكن من خلالها انت تبيع معرفه للناس، كوتشنج ذات، يعني حلول لمشاكل، هذه بنسميها تقديم خدمه، وانت بتقدر تقدمها على بوابه الانترنت العالميه، مليارات الناس ينتظروك، ينتظروا معرفتك، ينتظروا خبرتك، ينتظروا الكوتشنج الخاص بك، حاول انه انت تتميز بشيء معين وتقدمه للناس، تلبي يعني فيهم احتياج او ممكن تحل مشكله معينه قائمه لديهم وتاخذ عليها فلوس وارباح. عشان هيك بقول لك كيف تعمل على الانترنت، حاول تجتهد وتفكر من خلال الافكار اللي هي بتراودك بمنتج معين او تقدم خدمه يعني غير ملموسه، هذا ممكن يكون باب او رزق كبير لك يعني في هذه الحياه، خصوصا من لديهم المعرفه والخبره وغير قادرين يعني او ما بداوا مشروعهم الخاص. بحكي لك يعني فكر في موضوع الانترنت، حتلاقي ان شاء الله ابواب رزق كثيره ومتنوعه. لو استفدت من هذه طبعا الحلقه ما تحرمني من اللايك، ما تحرمني من الشير، وخلينا نشوف فيديوهات أخرى جديدة.